ربنا موجود. كلنا بخير. كيف عرف المجوس أن النجم الذي ظهر لهم يريد أن يبشرهم بميلاد السيد المسيح له المجد؟ النجم الذي ظهر للمجوس كان نجما غريبا جدا، ليس مثل باقي النجوم. هم جايين من بلاد المشرق ورايحين على فلسطين، يعني ماشيين من الشرق للغرب والنجم ماشي معاهم. معروف ان النجوم تتحرك من الغرب للشرق مش من الشرق للغرب، دي اول نقطة. تاني نقطة، النجم وهو بيقودهم لازم كان نازل لتحت، لان من فوق ما يشوفوش حاجة، بدليل ان القمر موجود فوق، ومنين ما نمشي نلاقيه فوقينا، ونروح بلاد ونعبر محيطات وبرضه هو فوق، فلازم كان نازل. وحتى القديس يوحنا ذهبي الفم قال لما نزل حيث كان الصبي، معناها نزل لتحت كده على طول فوق المزود، لان لو فوق ما يعرفوش تحديده ابدا. كمان النجم لما هم دخلوا اورشليم وقف، ولما خرجوا لقوه، يعني كون انه يقف في وقت ويختفي في وقت ويظهر في وقت، ده مش طبيعه نجوم. انا كتبت مره عن المقال ده وترجمت ما قاله القديس يوحنا ذهبي الفم فيه، وخلص القديس على ان هذا النجم كان قوة سمائية وليس نجما عاديا ماديا، كان قوة سمائية ظهر. كيف عرفوا؟ هو لما دخلوا اورشليم ابتدوا يسألوا، وهيرودس جمع الناس الى اخره، فعرفوا من الحاجات زي دي. هما لما لقوا النجم بهذه الغرابة اللي لم يوجد مثلها، استنتجوا انه لازم يدل على شخص عظيم موجود. واوحي اليهم في حلم وهم خارجين، واحد بيقول اين توجد الروح الانسانية بعد موت الانسان حتى يوم القيامة؟ اذا كانت روح بارة تبقى في الفردوس، واذا كان روح شريرة تبقى في الجحيم. هل يجوز عماد الطفل بعد موته؟ لا طبعا. بعد الموت انتهت العلاقات دي كلها، ما نقدرش ندي اي سر من الاسرار لحد بعد موته. واحدة بتقول ما رأي قداستكم في شاب يعمل في فندق شيراتون او اي فندق وتقدم لي، هل ارفضه لان الفنادق اماكن بعيدة عن الخلاص لوجود السياح وما يحدث هناك؟ يا بنتي كل ما كان فيه ناس اشرار وناس كويسين، وانت ضمن حتى لو كان في اي شغلانة ما فيش ناس وحشين جنبه،
ثم هو يعني بيشتغل في الفندق ده ايه؟ بيقدم حاجات ولا كاتب ولا بتاع حسابات ولا؟ لو عملت بالشكل ده كل واحد يجيلك هتلاقي عيب، ان ما كانش عيب فيه عيب في وظيفته، وتفضلي قاعده بقى لغايه لما يجيلك الملاك مخيل ولا حاجه. واحد بيقول شقه اتقتلت فيها قتيله وعايزين نشتريها وكل الناس محذرين منها، ليه اجرى ايه؟ خلي اب من الاباء يروح هناك يصلي صلاة تبريك المنازل الجديدة، او يرفع انديل فيها ويرفع بخور وتسكنوا فيه وما يجراش حاجة. طب ايه يختلف قتل حد وموت حد؟ ما كله موت. انت فكركوا يعني العفريت بتاعها هيطلع يعني؟ خليكوا كده تفكيركوا اقوى من كده. ما يجراش حاجة، تشتروها ويتعمل لكم فيها انديل ويرفع فيها بخور ويترش فيها مية مصلية وتمر الحكاية. واحد بيقول متى خلقت الملائكة ولماذا خلقت الملائكة، وهل خلقت الملائكة من تراب الأرض كما خلق الإنسان، وأيهما أسبق في الخلق الملائكة أم الإنسان؟ مشغول أوي بالملائكة. خلقت الملائكة متى؟ هو ما فيش شك أن الملائكة خلقت قبل الإنسان، ولما قال الكتاب في أول آية في الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض، يقصد السماوات ومن فيها والأرض وما عليها، فهي خلقت مع السماوات. لماذا خلق الملائكة؟ هو ربنا خلق أنواعا من الكائنات، خلق أنواع من الكائنات، نوع منهم أرواح كالملائكة، ونوع منهم مادة مثل الجبال والأنهار والمياه إلى آخره، ونوع روح مع مادة زي الإنسان، ونوع نفس مع مادة زي الحيوانات. في مخلوقات جامدة ومخلوقات حية غير عاقلة، ومخلوقات حية وعاقلة مثل البشر ولها اتصال بالجسد، ومخلوقات حية عاقلة كالملائكة وليس لها أجساد مادية. أنواع من المخلوقات، وكل نوع له إمكانياته وله صفاته. أما خلقت من تراب فده لا، المخلوقات الأرضية غير المخلوقات السمائية. الكتاب بيقول في مزمور 104 الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب، فدي مش تراب. وحتى الملائكة درجات وأنواع، فيهم الشاروبيم وفيهم الصاروخين وفيهم الأرباب وفيهم العروش أو الكراسي وفيهم الرؤساء وفيهم الجنود والقوات، في حاجات كثيرة. واحد بيقول حلمت يا سيدنا
اني اكلت 3 قطع لحم في الحلم، فهل هذا يفسد صيامي؟ باعتبار ان الحلم يعبر عن العقل الباطن. هو بس انت استعجلت العيد شوية يعني. يعني بيقولوا الجعانة تحلم بسوء العيش، والصايم يحلم بثلاث قطع لحمة. وثلاثة مرة واحدة نهايته. واحد بيقول عندما امر هيرودس الملك بقتل اطفال بيت لحم من ابن 2 سنة فما دون، ظنا منه ان المسيح بينهم. والسؤال، لماذا سمح المسيح وهو ملك السلام ان تحدث هذه الكارثة بسبب ميلاده؟ انت بتنظر لها ككارثة، لكن اطفال بيت لحم دول راحوا السماء واتمتعوا بنعمة الاستشهاد لأجل المسيح. طبعا مش من ناحية الإيمان بالمسيح، لكن من ناحية انهم بسبب المسيح قتلوا. ما تنظرش للأمر في الحياة الأرضية، انما انظر له من الناحية السماوية. لأنك لو مشيت بهذا المنطق ممكن تسأل، ولماذا سمح المسيح باستشهاد عشرات الآلاف وربما ملايين من الناس؟ هو نفس الوضع، دول كلهم يعني ليهم أجر في السماء وهيتمتعوا بحياة أفضل، فنقول ليه سمح؟ الشر موجود في الأرض، لكن ربنا بيحول الشر إلى خير. فشر من هيرودس إنه يقتل الأطفال، ولكن يتحول إلى خير فإنهم شهداء وإحنا بنحتفل بيهم وبنذكرهم في صلواتنا وفي القداسات في التسبيحة أصدقون. واحد بيقول لماذا أرسل الله يونان النبي إلى مدينة نينوى بالعراق وخص هذا الشعب الأممي دون الشعوب الأممية الأخرى بالبشارة، علما بأن مصر أولى بالبشارة؟ على اعتبار أن ديانتها قريبة جدا من التثليث. لا، التثليث الوثني بتاع مصر غير التثليث المسيحي وملهوش علاقة بيه على الإطلاق. بل حتى أنا يعني في ضميري من جوه ما أقدرش أقول إن كان في تثليث عند المصريين القدماء أبدا. جه منين التثليث؟ لما بتقول إيزيس وأوزوريس اتجوزوا مع بعض وخلفوا ابن، طب ما فيه جنبه ست وفيه رع وفيه أمون وفيه حتحور وفيه آلهة كتار جدا عند قدماء المصريين، اشمعنى يعني نقول تثليث؟ هو بس ما كانوش بيعبدوا غير دول؟ ده عندهم جمهرة من الآلهة وما كانوش يؤمنوا بالتثليث. وليس كل إله تزوج إلهة وأنجب منها إله صغير يبقى تثليث. طب ما دي موجودة في كثير من الأديان الشرقية القديمة. أما ليه بعد يونان للعراق؟ طب ما هو بعت موسى لمصر ولم تؤمن، وعمل فيها معجزات كثيرة جدا ولم تؤمن،
مين قال انه خاص بلد دون بلد؟ وهو مصر عمل فيها حاجات كتير ولم تؤمن، بل اضطهدت موسى. بلاش الحساسية دي. واحد بيقول عرفنا ان هناك منازل كثيرة وهناك درجات في الملكوت كل حسب ايمانه وقداسته، فهل هناك درجات في الجحيم؟ نعم طبعا هناك درجات، لان اذا كان الكتاب قال كل واحد يجازى حسب اعماله، فاذا كانت الاشرار شرهم قليل يبقى هيحاسبوا على القليل، شرهم كتير يحاسبوا على الكتير، كل واحد بيجازى حسب اعماله. ولذلك قيل في الكتاب المقدس عن البلاد التي رفضت المسيح ولم تقبله، قيل ان سيكون لسدوم وعمورة في يوم الدين حالة اكثر احتمالا مما لهذه المدينة. فطبعا حالة اكثر احتمالا يعني في درجة صعبة ودرجة اقل. واحد يقول انا طالب بالفرقة الثانية من التعليم الجامعي وارغب في حياة الرهبنة بعد انتهائي من دراستي وخدمتي العسكرية، فارجو افادتي عما يجب علي اتباعه في تلك الفترة من قراءات وتدريبات وممارسات حتى يحين موعد انطلاقي الى تلك الحياة التي طالما تاقت اليها نفسي. رأيي اولا انك تتردد على الأديرة وتشوف الدير اللي يعجبك. انا عملت كده برضو، التردد على الأديرة والصلة بيها. تاني حاجة تشوف لك اب روحي جوه الأديرة يرشدك. تالت حاجة تبتدي تحفظ في المزامير وفي التسبحة من الإبصلمودية الى اخره. رابع حاجة تدرب نفسك على الهدوء وعلى عدم الغضب وعلى حسن التعامل مع الناس، وتدرب نفسك على الصلاة، وكل ما ازداد اشتياقك الى الصلاة والى التسبيحة دي تساعدك. وفين بقى فضلك على الاقل سنتين في الجامعة وبعد كده سنة في الجيش او ازيد، يعني 3-4 سنين تشوف الفكر ثابت عندك ولا مش ثابت. مقبلون على عام جديد ان شاء الله بعد 5-6 ايام، والاربع الجاي هيكون خلاص. فعايز نتأمل في بعض نقاط خاصة بهذا التجديد. يعني طبعا العام الجديد كما قلنا مرارا ليس مجرد جديد في التقويم، ننتقل من 96 الى 97، وانما لازم يكون له تجديد في حياتنا. الكتاب المقدس اتكلم على اشياء كثيرة من التجديد، اقولها لكم واحدة واحدة وبعدين نخش بها في التفصيل. اتكلم عن تجديد الذهن، واتكلم عن تجديد القلب، واتكلم عن تجديد الروح، واتكلم عن تجديد الحياة، واتكلم عن تجديد القوة، اتكلم عن حاجات كتيرة وعايزين نشوف. من الحاجات اللطيفة اللي لابد تفتكروها في العام الجديد
ما ذكر في سفر حزقيال النبي اصحاح 36، شوفوا ايه بيقول. ارش على من 36 من آية 25، ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل اصنامكم اطهركم، واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدة في داخلكم، وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم، واجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون احكامي وتعملون بها. اعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا. طبعا قلب جديد يعني قلب بكل مشاعره مشاعر جديدة، بكل انفعالاته انفعالات جديدة، بكل احساساته احساسات جديدة. فاللي فيكم يستقبل العام الجديد بغير قلب جديد يبقى ما استفادش حاجة، يبقى احتفال عالمي زي ما الناس بيحتفلوا براس السنة احتفال عالمي. لكن افتكروا كلمة اعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة في داخلكم. وهذا الامر نطلبه من ربنا كطلب، لان بيقول انا اعطيكم القلب الجديد والروح الجديدة. ولذلك نحن نقول في المزمور 50 قلبا نقيا. اخلقه في يا الله وروحا مستقيما جدته في احشائي. برضو كلمة قلب وكلمة روح اطلبها من ربنا. لكن لو عشت في العام الجديد بنفس القلب ونفس الروح ونفس الاخطاء فلن تستفيد شيئا. ايضا الكتاب يتكلم عن الطبيعة الجديدة اللي احنا بناخدها، بيتكلم عن المعمودية في رومية اصحاح 6، بيقول تسلكون في جدة الحياة. احنا في المعمودية بناخد طبيعة جديدة. ايه الطبيعة الجديدة دي؟ الانسان العتيق بيصلب ويقوم انسان جديد على شبه ابن الله. الطبيعة بتتجدد في المعمودية، وفي المعمودية بناخد البنوة لله، ودي شيء جديد غير ما كان موجودا في العهد القديم. وبناخذ الصورة الإلهية الجديدة اللي بنقول في غلاطية 3:27، لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. وكلمة قد لبستم المسيح تعبير جديد، تعبير جديد. يعني ايه لبستم المسيح؟ يعني لبستم الطبيعة التي للمسيح في نقاوتها وقداستها. ولذلك احنا بنعتبر اللي بيخرج من المعمودية بيخرج شخص بلا خطية، اخذ التبرير واخذ طبيعة جديدة واصبح اقدس الموجودين في ساعة المعمودية. ولهذا نجد كلمة تجديد موجودة بالنسبة للمعمودية، يقول لك ايه في تيتوس 3:5، بيقول لا بأعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، يعني احنا في المعمودية بنتغسل و
نتغسل من خطايانا ونتطهر فيها ونأخذ تجديدا من الروح القدس. ولهذا نجد شيئا جديدا ما كانش موجود قبل كده. ايه الشيء الجديد؟ شركة الروح القدس. في العهد القديم ما كناش بنسمع كلمة شركة الروح القدس. ده شركة الروح القدس تعبير جديد سمعناه في العهد الجديد، بل سمعنا اكتر من كده كلمة شركاء الطبيعة الالهية، يعني شركاء الطبيعة الالهية في العمل، لان روح الله بيعمل معاك وبيعمل فيك، فبتبقى شريك للطبيعة الالهية في العمل. هل انت في العام الجديد بتدخل في شركة الروح القدس او تحتفظ بشركة الروح القدس وشركة الطبيعة الالهية، ولا اهو عام جديد وبس؟ ما تأخذ الجدة التي يطالبك بها الكتاب او التي يعلنها الكتاب، تعبير شركة الروح القدس وشركاء الطبيعة الالهية. ولهذا نحن في وشية المسافرين بنقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. يعني انت في العام الجديد لما تتذكر شركة الروح القدس تقول كل عمل اعمله ان لم يشترك معي فيه روح الله ما اعملوش. تعبير جديد وحلو اللي هو شركة الروح القدس. وبعدين في نوع تاني من التجديد ورد في رمية 12، بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. يعني ايه تجديد اذهانكم؟ يعني يكون ليك فكر جديد غير التفكير الخاطئ بتاع زمان. نظرتك للامور تتغير، نظرتك للسعادة وللفرح تتغير، تبقى فكرك بيتجدد. فكرك بعد ما كان بيسرح في حاجات غلط يبتدي يتجدد فيسرح في حاجات نظيفة وحاجات كويسة وحاجات طاهرة. تجديد الذهن لازم الانسان اذا كان عنده مبادئ غلط يغيرها، اذا كان عنده اسلوب غلط يغيروا. بشركة الروح القدس الحاجة الجديدة بيحصل ان الانسان ينال قوة من ربنا، هذه القوة تتجدد فيه باستمرار. وبعدين نسمع في اشعياء النبي اصحاح 40 كلمة لطيفة خالص، بيقول ايه؟ يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. يجدد قوة. كلما انت تضعف ربنا يجدد قوتك، مش يجدد قوتك بالطريق عادي بسيط، لا، يعطي المعيا قوة. في فرق بين يعطي المعيا راحة او يعطيه قوة. المعيا يعني اللي في حالة اعياء، يسموه معيا في حالة اعياء، اللي في حالة اعياء بيقول يا ريت بس استريح. لا، ده يعطيك قوة. يرفعون اجنحة كالنسور، يجددون قوة. والمسألة دي تكررت ايضا في مزمور 103، المزمور المشهور اللي اوله باركي يا نفس الرب
ولا تنسي كل حسناته، بيقول فيها ايه؟ يجدد مثل النسر شبابك، يجدد مثل النسر شبابك، ده نوع من التجديد. مش بس في الجسد يجدد مثل النسر شبابك، انما في الروح. ما في انسان روحه بتشيخ وما يصبحش زي زمان، فربنا بيجدد مثل النسر شبابه الروحي، الشباب الروحي، ايام ما عرف ربنا، ايام ما امن ايمان عملي، ايام ما دخل في حياة التوبة، ايام ما دخل في حياة الخدمة، ايام ما كانت الغيرة بتملأ قلبه، ايام ما كان حماسه الروحي في اشده. كل ده يجدد مثل النسر شبابك. في ناس شاخوا ويحتاجوا الى هذا التجديد. القوة اللي موجودة دي في المسيحية موجودة في كل حاجة. يعني المسيحية قدمت لنا نواحي من القوة ما كانتش موجودة. القوة في الاستشهاد حتى الأطفال، ما كناش نشوف حاجات زي دي أبدا، زي الطفل بنوب والطفل كرياكوس، حاجة عجيبة. زي الأطفال اللي استشهدوا على حجر أمهم وأمهم بتشجعهم، دي ما كانتش موجودة، ده شيء جديد. في قوة معينة، قوة في الروح تستطيع أن تنتصر حتى على الموت. يعني في سفر النشيد بيعتبر ان الموت ده مفيش حاجة اقوى منه، يقول المحبة قوية كالموت، يعني مفيش حاجة قوية زي الموت. لكن هنا دول بقوا اقوى من الموت. القوة اللي الانسان اخدها في الاقناع، زي استفانوس يقف قصاد ثلاث مجامع ويقنعهم، زي لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم المتكلم فيكم في متى 10:20، حاجة جديدة ما كانش الانسان يشعر بيها في القديم. في قوة بيخدها الانسان، يدخل في المسيحية فيدخل في القوة. فهل انت في العام الجديد ستحتفظ بهذه القوة؟ وهل هتفتكر اما منتظر الرب فيجددون قوة؟ وهل تفتكر الآية بتاعت يجدد مثل النسر شبابك؟ استعدوا لهذا العام الجديد بقوة تعطى لكم من روح الله لكي تنتصروا بها على الخطية، ولكي تنتصروا بها على الأخطاء والعادات، وتنالوا قوة. بيقول إن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. إنساننا الداخلي اللي من جوه يتجدد يوم في يوم. في الحقيقة لما احنا نتكلم عن التجديد بمناسبة العام الجديد، انما عندنا امثلة كتيرة جدا في التجديد ده. من الامثلة الجبارة مثال شاول الطرسوسي اللي تجدد في شخصية بولس الرسول، من انسان مضطهد للمسيحية يجر رجالا ونساء الى السجن. بيقول انا الذي كنت من قبل مفتريا ومضطهدا للكنيسة، هذا اللي بيقول عن نفسه انه مفتري يمكن ينظر واحد يقول انا كنت مفتري، يتحول الى انسان يضطهد من اجل الكنيسة، وانسان يتعب اكثر من جميع الرسل. مش بس ربنا اداله اسم جديد هو بولس، انما اداله روح جديدة، ذهن جديد،
ذهن جديد بيفكر بطريقة غير زمان، وروح جديدة في حماس ما كانش موجود زمان، حماس للعكس. يعني في الأول كان حماسه ضد المسيحية، دلوقتي في حماسه في نشر المسيحية. أريانوس والي أنصنة اللي كان أقسى والي عرفه عصر الاستشهاد، كان لما الولاة يتعبوا في اضطهاد مسيحي أو تعذيبه يبعثوه لأريانوس والي أنصنة. صار شهيدا وآمن بالمسيح، نوع جديد، حياة تغيرت. لونجينوس الجند اللي ضرب المسيح بالحربة آمن وصار شخصا جديدا واستشهد لأجل المسيح، والكنيسة تحتفل له بيومين أعياد في السمكسار لونجينوس. ربنا بيجدد أشخاص، بيديهم فكر جديد وقوة جديدة ما كانتش موجودة من قبل. قرأت قصة من زمان وأنا شاب، وما زالت القصة في مخي. واحد بيقول إيه، كنت جنديا رومانيا من الجنود الذين اشتركوا في صلب يسوع الناصري. واخدين بالكم؟ كنت جنديا رومانيا من الجنود الذين اشتركوا في صلب يسوع الناصري، واقتسمنا ثيابه بيننا، فوقع حذاؤه من قرعتي من نصيبي. طلع حذاء المسيح من نصيبي. بيقول فلبست هذا الحذاء، واخذ الحذاء يقودني في طرق ما كنت امشي فيها من قبل. اخذ الحذاء ايه؟ يقودني في طرق ما كنت امشي فيها من قبل، الى ان وجدتني على جبل الزيتون، ووجدت نفسي في بستان جثيماني، وأنا الذي ما كنت أعرف الصلاة وجدت نفسي راكعا عند شجرة أصلي. يعني أول ما لبس هذا الحذاء، الحذاء هو اللي بقى يمشيه، مش هو اللي بيمشي، يعني مين بيمشي التاني؟ أخذ قوة معينة غيرته. المسيحية أعطتنا أمثلة عن هذا التغيير حتى في تلاميذ المسيح الذين كانوا خائفين وفروا عند صلب المسيح وأغلقوا على أنفسهم في العلية خوفا، أخذوا قوة، أخذوا شخصية جديدة من الخوف إلى القوة الجبارة. اللي بطرس من خوفه أنكر المسيح تحول إلى بطرس اللي قال ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. نحن لا نستطيع إن احنا لا نتكلم، هنتكلم هنتكلم. ده إيه ده؟ تغيير. أخذوا شخصية جديدة، طبيعة جديدة. اللي بيعرف المسيح معرفة حقيقية لابد هذه المعرفة الحقيقية بتحوله الى شخصية جديدة. ان ما تحولتش لشخصية جديدة تبقى لسه ما عرفتش المسيح. ما هو لازم اللي يعرف المسيح بياخد قوة. قال لهم ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا. فهل انت خدت قوة لما حل الروح القدس عليك، ولا مش شاعر ان الروح القدس حل عليك؟ لازم تفكر. هو العام الجديد يعني بس احتفالات وتهاني
تبعت لأصدقائك الأجانب تقول لهم ميري كريسماس هابي نيو يير، ايه الحكاية؟ هو كلام. احنا عايزين ازاي السنة الجديدة تكون جديدة في حياتك. في سحرة صاروا مؤمنين وصاروا قديسين، زي الساحر اللي آمن في قصة القديسة يوستينا، لما لقى مجرد اسم يوستينا بيخوف الشياطين آمن بقى شخص ليه. من ضمن الأمثلة في التجديد هذا قصص التائبين، قصص التائبين اللي حياتهم تغيرت للعكس. القديس أغسطينوس الذي تحول من إنسان فاجر إلى رجل تأملات ينتفع العالم كله بتأملاته الروحية، بل تحول إلى راهب، بل تحول إلى أسقف، بل تحول إلى معلم كبير في المسيحية ورد على الهرطقة وبقى عبارة عن طاقة روحية جبارة. دي حياته تجددت، صار شخصا جديدا. تعجبني الآية اللي بتقول الأشياء القديمة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أهو بالنسبة لأغسطينوس، الأشياء القديمة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. موسى الأسود من إنسان قاتل وعنيف ويخوف تحول إلى قديس وديع طيب، بل صار أب اعتراف لآلاف من الرهبان. القديسة مريم القبطية حياتها الخطأ اللي كانت ذهبا للقدس عشان تعثر ناس وتخليهم يخطوا معها، تحولت إلى سائحة من السواح يلتمس القس ذو سيما بركته. قصص التوبة دي كتيرة، كل قصص التوبة عبارة عن حياة جديدة سلك فيها الناس. ولما نقول حياة جديدة يعني ما رجعوش للورا تاني، يعني أول ما تغيرت حياتهم تغيرت على طول، لم يتحولوا فقط من خطاه إلى تائبين، وإنما من خطاه إلى قديسين. دي برضو من الحياة الجديدة اللي احنا لازم نستفيد بيها ونذكرها في بدء عام جديد. في الحقيقة من ضمن لما نذكر التوبة ونذكر التغير وجدة الحياة، لابد ان نذكر ان من اكبر التائبين، ما تنتظروش اقول لكم اسم، اقول لكم حاجة غير اسم، من اكبر التائبين الدولة الرومانية. الدولة الرومانية التي كانت تضطهد المسيحية اعتنقت المسيحية، واللي كانت بتنشر منشورات اللي عنده انجيل يتقبض عليه، اللي يروح كنيسة يتقبض عليه، اللي يذكر اسم المسيح يتقبض عليه، اللي ما يبخرش للأصنام يتقبض عليه، بمرسوم ميلان سنة 313. مرسوم ميلان ده يعتبر تجديدا للدولة الرومانية، وصار القياصرة والأباطرة مسيحيين يدعون للمسيحية، وبعضهم صاروا قديسين. يعني مثلا نقول القديسة هيلانة الامبراطور، دولة رومانية اتغيرت. ده عند اخواتنا الجريك الارثوذكس في كنائس على اسم قسطنطين هيلانة،
يعني دولة رومانية بقت دولة مقدسة. ربنا غير، استطاع ان يغير اشياء كثيرة. هو ذا الكل قد صار جديدا، حتى الدولة الرومانية قد صارت جديدة بكل مصالحة مع الله. يتحول الشخص الى انسان جديد. من ضمن الاشياء الجديدة في المسيحية المبادئ الجديدة التي قدمتها المسيحية، المبادئ الجديدة التي قدمتها المسيحية. ده في كلمات ربما ما كانت تعرف في القديم، يعني قليل لما حد كان يعرفها، وإن ذكرت تبقى تذكر كده بطريقة عابرة، زي مثلا كلمة الوداعة والاتضاع. صحيح في بعض مزامير داود تلاقي كلام زي كده، لكن الفهم الحقيقي لتفسير الوداعة وتفسير الاتضاع لا تجده إلا في المسيحية. جديد، قدمت حاجة جديدة ما كانتش موجودة. محبة الأعداء مثلا، مش ممكن أبدا كنت تسمع عن محبة الأعداء في العصور القديمة. وإن وجد شخص سلك في هذه الفضيلة يبقى من الشواذ، يعني مثلا زي ما يوسف الصديق أكرم إخواته، أكرمهم بعد ما رباهم وبعد ما سواهم وزادوا سوى، أكرمهم. لما نقول مثلا ان داود النبي اكرم اسرة شاول الملك، يعني دي امثلة بسيطة يعني. لكن المسيح يقول سمعتم انه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك، اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. مبادئ جديدة الناس ما كانوش عارفينها قبل كده. بدأ السيد المسيح يفسر معنى تحب قريبك وتبغض عدوه، لأنه قال ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. أكمل إيه؟ أكمل فهمكم للناموس. تحب قريبك، قريبك ده كل انسان على وجه الارض هو قريبك، لان هو ايضا ابن لادم وحواء. اذن ده معنى جديد في فهم كلمة قريب. ومين عدوك اللي تبغضه؟ هو الشيطان واتباعه، هو ده العدو الحقيقي. عشان كده القديس اثناسيوس لما رد على الاريوسيين وهاجم الاريوسية قال ان عدونا ليس هو اريوس، انما عدونا هو الشيطان. ما كان اريوس الا من اتباع الشيطان، لكن عدونا الحقيقي هو الشيطان. فيبقى تحب قريبك يعني تحب كل انسان من اولاد ادم وحواء، وتبغض عدوك، تبغض الشيطان، لأنه ليس عدوك فقط إنما عدو الله. دي مبادئ جديدة ما كانتش موجودة. عشان كده قال في المبادئ الجديدة أما أنا فأقول لكم. كون إن المسيحية تعلمنا إن إحنا هياكل لله والروح القدس يحل فينا، ده مبدأ جديد ما كانش موجود قبل كده. مين في العهد القديم كان يقول ان كل انسان هيكل لله وروح الله يحل فيه؟ دي مبادئ جديده. كون ان المسيح السيد المسيح يقول لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء، ده مبدا جديد.
كون ان احنا ندعى اولاد الله برضو مبدأ جديد. في امثلة بسيطة في العهد القديم ما كان الناس يدخلون الى اعماقها، عرفنا اعماقها في العهد الجديد، ده مبدأ جديد. البنوة لله، سر الإفخارستية شيء جديد ما كانش موجود فيه، عبارة عن عهد بيننا وبين الله ما كانش موجود. مبادئ جديدة جدا قدمتها المسيحية، ياريت نسلك فيها. صدقوني حتى المحبة، اهو المحبة يا ما موجودة في العهد القديم، كلمة محبة موجودة كتير، ومع ذلك السيد المسيح يقول وصية جديدة انا اعطيكم، ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. ازاي وصية جديدة؟ وصية جديدة لما تبقى محبة كما احببتكم، مش مجرد محبة ظاهرية، محبة تصل الى الفداء وتصل الى بذل الذات. مبدأ جديد، انكار الذات مبدأ جديد في المسيحية، ما كانوش الناس يعرفوه يعني ينكر ذاته دي. ده يمكن بدأوا يدخلوا في انكار الذات عن طريق يوحنا المعمدان لما قال ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. يوحنا المعمدان. لكن اصبح انكار الذات مبدأ هام في المسيحية، يقول لك من لا يبغض كذا كذا حتى نفسه لا يقدر ان يصير لي تلميذا. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه من اجلي يحفظها الى حياة ابدية. المسيحية قدمت لنا مبادئ جديدة، ولذلك بنسمي المسيحية العهد الجديد، عهد جديد بيننا وبين ربنا غير العهد القديم. العهد القديم درجة بسيطة، تعلو تعلو إلى أن تصل في قمتها إلى العهد الجديد. إن كانت المسيحية قد قدمت لنا طابعا جديدا ووصايا جديدة هي وصايا الكمال، فينبغي إن احنا نعمل بها. ما فائدة ان يوجد عهد جديد بيننا وبين الله ونحن لا نؤدي شروط العهد بالنسبة لانفسنا؟ ياريت في السنة الجديدة تقول فين العهد الجديد اللي بيني وبين ربنا. ياريت تبتدي السنة الجديدة بعهد بينك وبين ربنا، عهد تكون فيه جادا وملتزما، جادا وملتزما. يا ما ناس بيوعدوا ويرجعوا في عهودهم، لكن انت لازم تكون في العهد اللي بينك وبين ربنا جاد وملتزم. تقول لي يا رب انا عايز اسلك في حياة جديدة قدامك، ان كنت لا تستطيع، ان كنت انا لا استطيع اعطيني قوة من عندك، اعطيني قوة من عندك زي ما بنقول في سفر اشعياء اما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور. اعطيني قوة من عندك كما قال بولس الرسول في فيليب 4:13، يا ريت تحفظوها،
استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، استطيع كل شيء. ما تقولش انا ضعيف وانا عايز ابقى كويس لكن مش قادر، وضعفي هو اللي منعني لكن نياتي كويسة بس لا، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. احنا نقدر نقول في ايتين في انجيل مرقس، آية في مرقس 10 وآية في مرقس 9. آية في مرقس 10 بتقول كل شيء مستطاع عند الله، طب ما احنا عارفين دي مش جديدة علينا، لكن الآية في مرقس 9 هي اللي مظبوط، يعني هي اللي عايزينها. بيقول ايه؟ كل شيء مستطاع للمؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. للدرجة دي؟ طب اذا كان بيقول لك ان كان عندكم ايمان مثل حبة الخردل تقول للجبل انتقل فينتقل، فكل شيء مستطاع للمؤمن. لا تبدأ السنة الجديدة بروح ضعف، لا تبدأ السنة الجديدة بروح ضعف. شوفوا الكتاب بيقول ايه، من انت ايها الجبل العظيم؟ امام زربابل تصير سهلا. خلي عندكم في العام الجديد الامور الاتية: اولا رغبة صادقة من كل القلب انك تمشي صح وتترك الخطأ، رغبة صادقة من كل القلب. ثانيا لا تدخل الى حياة التوبة والى النمو الروحي بقلب ضعيف. قل استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، كل شيء مستطاع للمؤمن. ثالث حاجة، تدخل الى العام الجديد بجدية والتزام، بجدية والتزام، جد يعني جد، شغل صغيرين ده ما ينفعش من ربنا، جد يعني جد. زي ما قلت لكم مرة قبل كده، ملكوت السماوات عايز رجالة، مش بس يعني الرجالة اللي خشوا ملكوت السماوات، يعني حتى النساء اللي عندهم رجولة، رجولة في الاتفاقات مع ربنا، مش رجولة يعني خشونة، لا يعني رجولة في الاتفاق مع ربنا، جدية والتزام. تخش مع ربنا بايه؟ بجدية والتزام. يا ما نسأل خلاص وهنمشي كويس، ويا رب انا منول دلوقتي هتلاقيني ماشي بروح التائبين، اتحول كأغسطينوس، اتحول كموسى الاسود، انا يا رب ما عدتش وخلاص واتفقنا، وبعد شوية ترجع ريمة لحالتها القديمة. ادخلوا العام الجديد بجدية والتزام. وانا بكلمكم على الحاجات دي قبل العام الجديد بست ايام، عشان في بحر الست ايام دول تدبروا اموركم، ما تقولش فاجئنا يوم واحد، ما هو يوم الاربع جاي يوم واحد فاجئنا من غير ما ناخد بالنا، لا اهو قبلها بست ايام. اللي عايز يعترف يعترف، اللي عايز يتوب يتوب، اللي عايز يسك ويغلق الابواب المؤدية للخطية يغلق، يعني اهو شوفوا حالاتكم، شوفوا حالاتكم. وربنا يكون معاكم كل سنة وانتم طيبين.